بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم هو العدد الترتيبي. هل مللت من الانتظار يا أزرق؟ سباق الجري السريع ممتع جدا. كم من اللاعبين سيشارك في هذا السباق؟ 10 طلاب. ما رأيكم أن نحدد ترتيب كل طالب ينزل من الباص؟ هذا الطالب الأول. هذا الطالب الثاني. هذا الطالب الثالث. هذا الطالب الرابع. هذا الطالب الخامس. هذا الطالب السادس. وهذا الطالب السابع. هذا الطالب الثامن. هذا الطالب التاسع. فأين العاشر؟ هذا هو الطالب العاشر، يرتدي قميصاً برتقالي. من الرابع في الصف؟ إنه الطالب الذي يرتدي قميصاً أسود. من السابع في الصف؟ إنه الطالب الذي يرتدي قميصاً خمرياً. حسناً يا أزرق، هل تعرف ما ترتيب الطالب الذي يقف بين الثامن والعاشر؟ إنه ذاك. لا لا لا، بل هذا. إنه الطالب الذي يرتدي القميص الأبيض، وترتيبه هو التاسع. هيا يا سلمى، حددي الطالب الأول. إنه الطالب الذي يرتدي قميصاً أحمر. أين الطالب الثالث؟ إنه بين الطالب الثاني والطالب الرابع، ويرتدي قميصاً بنياً. إن لم يبدأ الجري الآن، سأجري إلى المنزل. المقطع السابق عن العدد الترتيبي، سوف نتعرف على ما هو العدد الترتيبي. ماذا يعني عدد ترتيبي؟ هو مدلول نستخدمه ليدلنا على ترتيب معين، والترتيب المعين هذا نأخذه من الأعداد. مثلا العدد 1، ويكون العدد الترتيبي له الأول. العدد 2، يكون العدد الترتيبي له الثاني. العدد 3، العدد الترتيبي له ويكون الثالث. والعدد 4، يكون العدد الترتيبي له الرابع. والعدد 5، يكون العدد الترتيبي له الخامس. و6، السادس. 7، السابع. 8، الثامن. 9، التاسع. لنتأمل ترتيب الصور التالية ثم نجيب عن الأسئلة. لدينا مجموعة من الطلاب: ليلى وأحمد وخالد وداد وعمر. كل طالب من هؤلاء الطلاب يحمل بطاقة مكتوب عليها عدد ترتيبي. ليلى تحمل العدد الترتيبي الأول، أحمد الثاني، خالد الثالث، وداد الرابع، وعمر الخامس. ترتيب أحمد، ما هو ترتيب أحمد؟ أحسنت، إنه الترتيب الثاني. و2، ترتيب خالد، ترتيب خالد أحسنت، هو الثالث. ترتيب وداد، الرابع، أحسنتم. وترتيب عمر، الخامس. وترتيب ليلى، الأول. كل طالب يحمل بطاقة بعدد ترتيبي معين، وهذا العدد يدل على الأعداد الترتيبية: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس،
السادس، السابع، الثامن، التاسع. اكتب ترتيب كل عربة من العربات التالية. لدينا عربات للقطار وكل عربة لديها ترتيب. لدينا الخامسة والسادسة والتاسعة والثامنة والرابعة والثالثة. لنبدأ بالعد الترتيبي. الأولى، الثانية، أحسنت، الثالثة، ممتاز، الرابعة، الخامسة، أحسنتم، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، أحسنتم. لنقوم بالعد الترتيبي مرة أخرى. الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، أحسنتم. وصلت الحافلة التي تنقل الطلبة من المدرسة إلى البيت، فخرج عدد منهم ووقفوا بترتيب ونظام أمام الحافلة. أنظر إلى الصورة وأجيب شفويا. كم عدد الطلبة الذين يقفون أمام الحافلة؟ أحسنتم، تسعة. كم ترتيب الطالب الذي يحمل الحقيبة الخضراء؟ ما هو ترتيب الطالب الذي يحمل الحقيبة الخضراء؟ أحسنت، إنه التاسع. ما ترتيب الطالب الذي يحمل الحقيبة الصفراء؟ ممتاز، الرابع. ما ترتيب الطالب الذي يحمل الحقيبة الزرقاء؟ إنه الثاني، ممتاز. ما لون حقيبة الطالب السادس؟ أحسنتم، إنه اللون الأحمر. سوف نقوم بالعد الترتيبي سويا. الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، أحسنتم. نضع دائرة حسب الترتيب المحدد. البطاط والأرانب والطفل والعصفور. سوف نقوم بوضع الدائرة حسب الترتيب المطلوب لدينا. هنا البطة الرابعة. سوف نقوم بوضع دائرة حول البطة الرابعة. لنقوم بالعد الترتيبي. الأول، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، أحسنتم. والأرنب، سوف نقوم بوضع دائرة حول الأرنب الثاني. الأول، الثاني، أحسنتم. والطفل الخامس، سوف نقوم بوضع دائرة حول الطفل الخامس. لنقوم بالعد. الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، ممتاز. العصفور الثالث. لنقوم بالعد الترتيبي للعصافير. الأول، الثاني، الثالث، أحسنتم. عزيزي الطالب، سوف تقوم بتأمل ومشاهدة الطائرات الورقية التي أمامك، وسوف تجيب على الأسئلة المكتوبة أمامك.